على طرقات مكة كان ملقى نبي في هم وما استحق. رغم أنه درس الهندسة إلا أنه اختار أن يعبر عن نفسه بالكلمات، فسطر ما يجول بخاطره من أشعار وأسكنها ديوانين هما لا الأرض أمي لا القبيلة والدي وروية. هو الشاعر السعودي عبد اللطيف بن يوسف الذي استطاع أن يؤثر على قطاع كبير من الجمهور بحسن الكلام. بن يوسف حائز على أفضل ديوان عام 2018 من مؤسسة البابطين الشعرية عن مجموعة روي، وله تعاونات غنائية أبرزها مع خالد الشيخ وفهد الكبيسي، بالإضافة إلى الملحن فيصل شاه من الكويت، كما يعتبر أول شاعر سعودي يقيم جولة شعرية للجمهور الأمريكي في 5 أمسيات متتالية بالولايات المتحدة، ويعمل على تقديم ديوانه الثالث تيم كمشروع فني متكامل يشمل غناء 10 قصائد ورسم 10 لوحات بالتعاون مع فنانين سعوديين. عبد اللطيف بن يوسف، يا هلا فيك ويانا في عسير. مسي عليك بالخير الشاعر والمهندس عبد اللطيف بن يوسف، معنا في برنامج عسيف. حياك الله ونبارك لك على جائزة أفضل ديوان، إن شاء الله ما تكون متأخرة. الله يبارك فيك، ما هي متأخرة أبدا، بالعكس أنا سعيد جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الجميل جدا، ووجودي كذلك في دولة الكويت التي أحبها جدا. حياك الله. حياك الله، نورتنا. الله يحييكم. شكرا على حضورك اليوم، وأكيد راح تثري الحلقة بوجودك. أي أفضل لقب، شاعر أم مهندس؟ الأقرب لقلبك. والله كلاهما، لكن على طاري هذه يعني اليوم أنا طبعاً جاي درب من السعودية، ودائماً لما أجي هذا الدرب أتذكر أول مرة جيت الكويت وقدمت فيها أمسية. أي. في ذاك الوقت كنت مهندس فعلاً، يعني مهندس في الميدان. قصة أصلاً بدايتي في عملية الأمسيات ودخولي إلى عالم إنه أنت في حالة إعلامية، يعني وليس فقط تكتب في على الورق وتضعه في الدرج، يعني قصة يمكن غريبة جدا أن أقول لكم إياها، أن كل ما في الموضوع بدأ من امرأة تسكن في حينة في الدوحة في مدينة الظهران. أي. امرأة فاضلة جدا اللي هي الخالة أم عبد الله، صديقة الوالدة، كانوا يتقهون شاي الضحى يعني دائما. وأمي كأي أم تتحلى على ولدها فتقول لأم عبد الله أن أشوفي عبد اللطيف كاتب قصائد، هالكلام تتكلم على 2010 وما قبلها. وهكذا فكانت أمي تقول لي أنه أم عبد الله تبي منك قصائد، فأطبع عبد اللطيف قصائدك بهذا الشكل. وأنا طبعا متكيسل، يعني تعرف سوالف يعني هم جالسين تسلون فقط يعني. فجلست حوالي 6 شهور وهي تصر وتطالب وبهذا الشكل، إلى ما طبعت هذه الأوراق جلدتها، تعرفون هذا شغل أبو سلك، هذا أول قرطاسية وما أدري إيش، وعطيتها إياها ونسيت الموضوع. هذه المرأة بشكل أو بآخر أوصلت هذه الأوراق إلى عبد العزيز سعود البابطين في مخيمه في الشيط، ووصلت إليه هذه الأوراق فقلبها فوجد فيها يعني ما يجده من منظوره يعني شعر جيد، فأرسل عبد العزيز سعود البابطين هذه الأوراق إلى لجنة المؤسسة. المؤسسة وجدوا أن هذا الشيء كذلك يعني يستحق، فدعيت إلى مهرجان ربيع الشعر. طبعاً هذاك الوقت أنا رجال مهندس أعمل في الفوسفات، الشيء الوحيد اللي يعني في حياتي هو أني أشم سلكة وأمونيا يعني. بس أعرف حتى اتجاه الريح، نقلة يعني الحين إذا كانت شمال فهي أمونيا، إذا جنوب فهي سلكة. فبالريحة خبرات تلعب دور هني. بس شفت شلون شاي الضحى سوى لك نقلة بحياتك؟ جداً، شيء عجيب يعني أن هؤلاء، يعني أنا اللي أقصده أنه هناك الكثير من في حياتنا احنا لا نعتقد الى اي درجه هم قادرين على تغييرنا تغيير شامل. وكما يقولون لا تستصغر احدا، ولا لا تظن ان احد يعني لا يستطيع ان ينفذ هذا الشيء. فحقيقه انا لما حتى وصلت على فكره الكويت كنت مداوم، وكان عندنا شت داون بالمصنع ومدري ايش، جاني رساله انه يلا تعال انت شاعر مدري. قلت من اللي جاب رقمي هذا ومن اللي مرسل لي، يعني ايش السالفه؟ واحنا في المصانع يعني نلبس يونيفورم، فما عندك الا بدلتين يعني، وكلها زيت وشحم، فيعني تغسل هذه وتلبس هذه، فما في حتى ثوب وشماغ ولا في اي شيء. فاتذكر جيت الكويت وطقيت الباب على واحد من الشباب انه عطني ثوب وشماغ خلني بروح في مهرجان ومدري ايش وهذا الشيء.
الحقيقة ظهرت أول ظهور كان بثوب واحد من العيال يعني حتى مو ثوبي. بعدها جاتني دعوات من الأندية الأدبية وجاتني وكذا، وبعدين شاركت في صالون ميس الأدبي في القاهرة. بعدها سبحان الله انفتحت كل الأبواب من هذه الإمرأة الفاضلة اللي يعني خلينا نمسيها بالخير ونشكرها أكيد جدا على مثل هذا العمل النبيل يعني جدا. صحيح. أكيد صحيح. كانت محضر خير مثل ما يقولون، وبطلت لك باب جدا مختلف ومجال مختلف تماما عن المجال اللي أنت كنت فيه. إيش رأيك نسمع شيء؟ طيب محضرة لنا. دام إحنا في الأشياء الاحتماليات خلينا نقول مثلا لو كنت أعرف ما سيحدث، لو كنت أعرف ما سيحدث كنت علمت الإناء المنسكب فضلا حناءته ورفعة ذله كالنهر يحلم بالمصب. لو كنت أعرف ما سيحدث كنت غازلت النساء العابرات من الوريد إلى الوريد، لعل فاتنة ستغزو القلب ساعة سهوة ويكون حب. لو كنت أعرف ما سيحدث كنت استقلت من الفضيلة مرة وضممت أخطاء الهوى وصبأت صب. يحيى الحياة كما لعل يحيى الحياة لو كنت أعرف ما ستحدث هذه الفوضى من التعب اللذيذ، لقلت شكرا للتعب ولقلت للسهر الطويل وفوهات الوقت والشوق المباغت والنساء وما يحيط بطعنة من أغنية. الحلم يبدأ أمنية والعمر ورد لا تقطعه المسافة بل تقطعه الخطى المتأنية. القصيدة طويلة يعني. الله عليك كلمات قوية وحلوة متميزة بين الشعر الفصيح وبين الشعر الشعبي، منو المسيطر على الثاني؟ والله خلينا نعيد تعريف إذا تبين. يقولون أنه أفصح عن قولك يعني بينه. فأظن اليوم الشعبيين هم الفصحاء، فهم الأقرب إلى الفصاحة، فقولهم فصيح جداً. أما الشعبوية يعني هي ما لها علاقة بطريقة الكتابة، يعني نزار قباني شاعر شعبي هو قريب من الناس وكلنا نتداوله. وهناك شاعر نخبوي يعني مهتم بقضية الدراسات النقدية وغيرها وكذا بهذا الشكل، لكن الأقرب من الشعب هو الشعبي والأقرب إلى النخبة هو النخبوي إذا بنعيد تفسيرها بهذا الشكل. أما نمط الكتابة ما أعتقد كثير لها علاقة، على أنه التوزع الجغرافي يختلف يعني اليوم، لأنه أساس اللهجة نفسها أي. فإشكالية اللهجة المحكية أنها مرتبطة بالمناطق يعني أقرب، لكن اللهجة الفصحى هي أقرب فأوسع، فانتشارها أوسع لكن يمكن تركزها وتمركزها أقل بهذا الشكل. نعم، بتكلم عن موضوع الانتشار بشكل عام. أنت أول شاعر سعودي تدخل في الولايات المتحدة الأمريكية في أمسيات مختلفة تماماً. نعم. أبي أعرف هل الجمهور كله عربي ولا لا، ولا كان في مكس في أجانب كانوا موجودين؟ في ناس كانت موجودة ما تعرف اللغة العربية بشكل عام. خليني أحاج إنه الجمهور كله أجنبي. كله أجنبي. شو كان يفهمون عليك؟ ما في عرب كلش. فلا هذه كانت ضمن تجربة يعني فعلاً. يعني اشكر جدا مركز اثراء بالمملكه، ويعني للي ما يعرفه من الجمهور الكويتي يعني يجب ان يطلع عليه، خاصه انه احنا يعني بعيدين عنكم 3 ساعات فيمديهم العالم تزور. لكن ابتعثت عن طريق اثراء في لجوله شعريه في امريكا ضمن تعاونات مع مؤسسات ثقافيه في امريكا في جوله. طبعا ترجمنا النصوص، كانت تجربه الترجمه عجيبه. ترجمتها للغه الانجليزيه؟ نعم. وترجمت على 4 طبقات. بعدين في قضيه المؤديه قمت دورت لي واحد بنيه كانت اسمها جيسيكا ديموني، جلست سوينا اختبارات اداء حوالي 10 مؤدين. يعني من امسيه بسيطه صار الموضوع اكبر من كذي بوايد. نعم. سوينا اختبارات اداء ممثلين، يعني 10 ممثلين جاءوا كاستنج ويجون ويجربون ومدري ايش وكذا، الين ما وصلت الى شخص كنت احس انه هذا الادمي ممكن يعبر عني بلغه اخرى. نعم. فكانت تجربه عجيبه جدا. يعني ممكن ازيد من الاشياء اللي استغربتها انا شخصيا، ان في واحد امريكي قاعد يبكي من قصيده مترجمه، يعني تاثر فيها حيل. بضحك يعني، لا ترى مترجمه مو صدق. فلا اعتقد انه كانت تجربه. وصل لهم الاحساس بنفس لو انت قلتها في اللغه العربيه؟ تفرق، بس في شغله مهمه ويمكن حتى الشعراء ينتبهون لها، انا يمكن جربتها، اللي هو فكره انه الشعر في النهايه اذا انت لمست المشترك الانساني، اذا انت كتبت شيء يربط اللي في الصين باللي في امريكا،
يعني أنا قلتها بنيويورك. طيب نيويورك هي مدينة كلها مهاجرين. فأنا كنت أتكلم عن قصيدة عن امرأة نجدية دكتورة في الرياض، كانت راحت لأمريكا حاولت أنها تعيش هناك ما استطاعت، فجاء حنين هائل إلى المملكة وإلى نجد، فحاولت أني أتقمصها وتكتبت على لسانها. فنيويورك أصلاً مدينة مهاجرين، فكان في الأبيات قاعد يتكلم عن حالة المهاجر وكذا وكذا وكذا، فالموجودين تأثروا إلى درجة أن والبنت المؤدية هي من أصول لبنانية، فتقول لي أنا وريت القصيدة أمي قامت تبكي. فهي الفكرة هذه، أن أنت إذا لمست مشترك إنساني ما عادت القضية قضية لغة. صحيح. القضية قضية فعليا هو إحساس ينتقل، والإحساس البشري إحساس واحد. صحيح. كانت أمسية جميلة. نعم. كانت أمسية جميلة. نبي نسمع شيء من هالأمسية اللي صارت بأمريكا. طيب أنا ممكن أقول لكم هذه الأمسية، بس أو أقول لكم فكرة أخرى محضرة. يعني إن من المشروع الجديد، يعني من الديوان الجديد، هذه كذلك كانت قصيدة على لسان المرأة. يعني أحيانا الواحد كشاعر تحب أنك تتقمص الدور الآخر عشان أنك تكون شكلك مناصر للمرأة بقوة ما شاء الله. والله بنحاول، يعني شو نسوي زمن المرأة، يعني نبي نعيش. حبيت زمن المرأة، شفت يعني زمننا الحين صار. فالفكرة هي يعني طبعا الديوان كله حواري، يعني هي تقول له هو يقول لها بهذا الشكل. فهي تقول له: لنا مطر في الضمير هما، فأنبت قلبي وأهداه لك، لتجري المحبة مجرى الدماء، فسبحان من في دمي أنزلك، وسبحان من عاد بي للحما لذات العماد ومن قد ملك، لأنحت في صخرة ربما وأدعو أساطير عشق هلك، فمن رأسي الطير تأكل ما تيسر من خاطر أولك، منازلنا قمر في السماء ورحلتنا نجمة في الفلك، وما كان يظهر لي كلما أعدتك في هنا أوصلك، هو العشق يا سيدي، أو كما زليخة قالت له: هيت لك، أحبك في أزل قبل ما يقرر خلقك من صلصلك، هو الحب يا سيدي، عندما نقصت أتيت لكي أكملك. الله الله عليك، صح لسانك، صح بدنك. عبد اللطيف باكر، أنت عندك أمسية في الكويت صحيح؟ نعم. نتكلم عن هذه الأمسية، وين راح تكون، شنو محضر لها، هل في شعراء آخرين راح يكونون معك؟ والله هي أمسية كذلك، يعني يمكن بتكون هي بعنوان مزج، محاولة لمزج الغناء بالشعر، فتكون وعندك تجارب حلوة في الغناء طبعا. كيف؟ وعندك تجارب حلوة في مجال الغناء. إيه نعم، يعني أنا كانت لي تجربة كذلك مع مسيب الخير الفنان الجميل فيصل شاه في أمسية كان مسماها كولاج، موسيقى وشعر. هذه الأمسية غناء وشعر، محاولة للمزج ما بين العمليتين هذه، بحيث انه يكون الصوت وصداه. بتكون ان شاء الله في مجمع بروميناد حولي، صح؟ بروميناد حولي، للحين ترى مو عارف انطق اسمه. بس ان شاء الله بتكون الساعة 7:30 في المركز الثقافي اللي هو في الدور الخامس اظن. فان شاء الله يعني حياكم الله جميعا فيها. الله يحييك. خلينا نتكلم أكثر عن مشروعك المقبل. أنا ما أدري راح أقولها صح أو لا، تيم ولا تيم؟ تيم، تيم. نعم. هو تيم، سنة حب كاملة. ديوان لأول مرة أشتغل في موضوع معين، بمعنى أنه الديوان كله حب، حلو، من أوله إلى آخره. في البداية مقدمة تنظيرية تجاه الحب، يعني محاولة يعني أن الشاعر يقترف نوع من تأسيس لقوانين العشق، بعدين الدخول في كالندر كامل. فأنت هي 12 قصيدة تبدأ بيناير، فبراير، مارس، رومانسيات يعني. في كل مرة رسالة من الرجل إلى المرأة. المخرج يبي يسمع نوفمبر. كيف؟ المخرج يقول يبي يسمع نوفمبر. يبي يتأخر شهر شوي. أخاف عيد ميلاده. يجوز. يمكن. والله نوفمبر، والله ترى. أي شهر من السنة. طيب أنا بقول لكم هذه، هي تقول نقص لكي أكملك، هو يقول لها: تركت على كحل عينيك قلبي، هو الحين يقول يعني تركت على كحل عينيك قلبي، أنا الدمع والأسود السائل، فمنذ رحلت الخليج يربي حنينا ويشربه الساحل، خذي حطبا من ضلوعي وشبي لدفئك هذا الجو الهائل، خذي حطبا من ضلوعي وشبي لدفئك هذا الجو الهائل، أيا زمن البعد ماذا يخبي لأطلاله الشاعر العاطل، بدمع النبي تهجأت دربي وهاجرت نحوي
ولا نائل. بدمع النبي تهجأت دربي وهاجرت نحوي، ولا نائل لي الموج حتى تشقق قربي، بسفر الخروج أنا داخل قتيلك يا حب، لكن ذنبي بأني لأخرى أنا القاتل، لأجل اثنتين ذبحت وحسبي بأن ضمني الخبر العاجل. سلام من القلب يا بنت جنبي، لقد تعب القول والقائل، أنا الخيل والليل والمتنبي، وقد آن أن ينقص الكامل. صح هذا بس أي شهر فيهم؟ هذا ظن نص السنة. طلع مرتبط. طلع مرتبط. الموضوع يعني ما أنت في صيف. تاني بقولك ظهر في صيف. في رطوبة حاز الموضوع. حر رطوبة بالضبط. صحيح. بتكلم عن شيء جدا مهم حاليا اللي هو هوية اللغة العربية بشكل عام، يعني خصوصا في الجيل الحالي. الحين الواحد صار يتفاخر لما يسمع عياله يتكلمون في اللغة الإنجليزية وغيرها. اللغة العربية ممكن الحين بدأت شوي شوي قاعد تندثر. شو ممكن احنا نرد نعزز هذه الهوية بشكل عام؟ والله الموضوع اسهل ما يكون، يعني ان استخدمها بس، يعني يعني فعليا اللغة العربية هي تحتاج ان تستخدم، تحتاج، وهذا قرار مؤسساتي وقرار يعني اعلى من 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 مني انا، لكن ويمكن مش موضوعي حتى كشاعر. انا رجل اتعامل مع فن اللغة، يعني بمعنى ليس قضيتي قضية أنه خدمة اللغة العربية بذاتها. يعني أنا أظن أنه أنا ترى ما تفرق وياي شعبي ولا فصيح ولا اللي في النهاية أنا الفكرة الجميلة أحبها. لكن هل أنا مهتم بعملية رعاية اللغة العربية؟ نعم بلا شك يعني، لكن هذا مرتبط بالتعليم، مرتبط بكذا، مرتبط أنه الناس تدخل عيالها مدارس إنجليزية، الناس تدخل عيالها بهذه الطريقة. لكن في شغلة يمكن شعرية إذا بناخذها من هذه الناحية، أنه يقولون ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. فاللغة وحفظ هذه النصوص وكذا تربي في الطفل المكارم. يعني أنا ترى يهمني شخصيا أكثر من قضية وش تستخدم من اللغة، هو حفظ القيم والمكارم اللي موجودة فعليا. لما الواحد يكون عنده هذه اللغة تتعجب بأن عنده هذه الأخلاق من الكرم والشجاعة والمروءة وغيرها من هذه الأشياء. شجاعة أكثر. طيب هذه من ناحية التربية، أو خلينا نقول يعني ان اللغه العربيه لازم تسود على المجتمع من يوم صغير لين يكبر. صحيح. بالنسبه للشعراء اللي يلتزمون في شعرهم او يحبون شعرهم يكون مدموج مع كلمات ولزمات اجنبيه، ايش رايك فيه؟ يعني عربيزي يعني. ايوه عربيزي بالضبط. هذا هو. ايوه والله ما ادري، بس انه في النهايه يعني هذا النوع من المزج ما هو يعني بالنسبة لي جميل. اكتب بلغة واستخدم أدواتها، لأن كل لغة ترى لها أداتها. يعني أنت لما تكتب بالفرنسية، الفرنسية لغة جميلة جدا، حتى الإنجليزية لغة جميلة ولها شعراءها. في النهاية تمكن من هذه اللغة وخذ سياقاتها ودلالاتها واشتغل فيها، حبها. لكن التلفيق يعني في ظني دائما تلفيق يعني، بهذا الشكل. فما أظن أنه هو المنطقة الأجمل. يعني شوفي في شيء فكاهي بمعنى، يعني عشان بس في نوع من أن في قصائد كذا ترفيهية وناسة ومقاطع وإنستغرام وما أدري إيش. هذه في النهاية ترى هي كلها تنضم ضمن أن الناس تبي تونس يعني. أي صحيح. وأي شيء يونس الناس ما في باس يعني. صحيح. هذا كان حكمة، أي شيء يونس الناس ما في باس. لا لازم لما يكون معك شاعر وأديب لازم يكون يعني الحديث يكون فيه حكم. نبي نسمع منك شيء أخير، فلازم تنتقي عدل. طيب والله إيش ممكن نقول؟ خلونا نقول، طيب نقول من الديوان. حلو. الديوان اللي فاز بجائزة من الكويت ومنع في الكويت، يعني شغلتين مع بعضين. لكن مشكلة كبيرة هالموضوع. كيف؟ مشكلة كبيرة نتكلم فيها، بس وصلنا إلى تقريبا الختام. كنا نتكلم عن الرقابة على الشعر والأدب، بس يلا نسمع من الديوان نفسه. نسمع من الديوان. طيب نقول يا سيدتي أو يا سيداتي، والله عاد أنا ها عبد اللطيف ها كني ضيعت احتار. صح احتار شنو يختار؟ اللي يطلع معك الحين، اللي تتبطل عليها الصفحة قراها. طيب خلاص. فيقول طيب على طرقات مكة كان ملقى نبي في هم وما استحق، فلي سبب النزول بغير وحي
ولقدر الخروج عصا وشقا تقلبني الرياح على اشتهائي رحلت مغربا فحللت شرقا ولو أن الرهان على المرايا لكنت رأيت أندلسا دمشقا ولست ألوذ بالشجن العراقي تبعثره عجوز الطبل دقا بمعتمد على أغمات سجني سألتك اعتماد القلب عتقا أتيت من الخرافات القدامى أمازيغية التحنان عنقا يقايضك الحريق على رماد يعيد لنفسه بالسحر خلقا ضممتك ثم أوجعني خيالي تشكل كالفراق فكان حقا فلو تبكين كالخنساء صخرا ثقي أن الذي ألقاها أشقى أرى الخطاط يعرق في حروفي لأني لست خطا لست مشقا أنا لغة الدلالات الحيارى يطاردني انزياح كي أرقى لعينيك اللتين شربت منها مصب الليل حين طفحت عشقا مآذن من تراتيل الحزانة يظل بكاؤها يعلو ويرقى وصومعة ترى الصوفية فيها يدور يدور ثم يذوب خفقا فيا جسدا نبيذي التلظي به الأقداح تكسر كيف يسقى فما إن مر حنجرة المغني تنفس جمرتين وما تشهقا وها قد مر في قلبي ليال فوا أسفا يمر وليس يبقى على قلق قبضت على سمائي أمزق غيمها رعدا وبرقا فما يحمي سوى مطر خفيف على الوطن الغريب فما تلقى بلادك وهي تومئ من بعيد لأنفخ في مهب الريح شوقه. صح لسانك ويعطيك ألف عافية وشكرا على وجودك اليوم معنا. الشكر لكم في برنامج عسيف وحياك الله مرة ثانية في الكويت وموفق إن شاء الله من خلال الأمسيات جميعا باشر بإذن الله. شكرا, شكرا لك. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم, بكرة إن شاء الله نلقى بنفس الوقت مع الزملاء. يعطيك ألف عافية على المتابعة, نسنا على خير.